توقعات برج العقرب لرجل العقرب وانثى العقرب. نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، ارى هنا يا عقرب في هتتحسن الاوضاع معاك بشكل تدريجي، وارى في مقابله قد تنقلك الى مستوى جديد. هناك شيء، أرى شيء تريده بشدة، أرى في شيء تريده بشدة، لكن لديك أولويات أخرى جعلتك تنساه. تذكر ما تريده لعله يفتح لك باب خير، لعله يفتح لك باب خير. أرى بسم الله الكاشف في اكتشاف سحر في بيتك وامرأة من دمك تغير منك، في اكتشاف سحر في بيتك وامرأة من دمك تغير منك. في علاقة سامة هتخرج منها وهو اللي خسران وهيندم عليك. في علاقة سامة بينكم خرج من هذا العلاقة، أرى هو ندمان عليك وهو اللي خسران. بسم الله الكاشف. للبعض هنا حبيب يتدسس، حبيب يتدسس عليكم، خلي بالكم وكن حذر، أرى في حبيب يتدسس عليكم. في رجوع حق ونصرة، رجوع حق ونصرة بعمل واستلام منصب او تركية ورفع ابلوك. بسم الله الكاشف. ارى هنا للبعض حواليك، خلي بالك، امرأتين على هيئة الشياطين، واحدة من دمك والثانية عاشقة، الشريك، عاشقة الشريك، عاشقة الشريك، خلي بالك، عاشقة الشريك، الرجل، رجل العقرب، عاشقة من اقرب الناس ليك. أزيتك بسحر مرشوش، أزيتك بسحر مرشوش وأعراضه كدمات في الجسم أو نفضة في الجسم. أرى نفور من الشريك، وأرى هنا البعض تعبان وقلقان ومتوتر. لا تقلق، لا تقلق إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من هذا السحر. ودخل القناة علاجات السحر أحبابي في الله، ادخلوا داخل القناة هتلاقوا علاجات السحر، طبقوه إن شاء الله هتخلصوا من هذا السحر. بسم الله الكاشف، لأن في إن شاء الله في كشف حقائق، وشخص يحاول يتحايل عليك بكلام أو يحور عليك في كشف حقائق. أرى هناك شيء ستجده، فقدته من فترة، فقدته من فترة هتجده. بسم الله الكاشف. أرى هنا شهرة للبعض واسم سيلمع في مجالك. أرى العمل، أرى هنا للبعض احذر من شخص يستغلك ماديا، احذر منه. للمنفصلين في شخص يطرق بابكم أو دخول علاقة حب جديدة، استغل الفرصة، استغل الفرصة. بسم الله الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، للخاتم لما سبق. بسم الله. أرى في انفراجات رائعة وتغيرات كثيرة في حياتكم في طريق سفر غير متوقع وخير قادم ليك بإذن الله تعالى. أبشر بالخير. أتمنى من أخواتنا في الله فضلا وليس أمرا يدعموا الفيديو باللايك. استعدوا يا عقرب، استعد للفرح والمفاجآت، رح يطرق بابكم الحظ والرزق بإذن الله تعالى. في قلق واضح على ملامحكم ووشك بسبب كثرة التغيرات اللي حصلت في حياتك. لا تقلق، لا تقلق، كل أمورك سوف تسير على ما يرام وكما تمنيت. أبشر بالخير، أبشر بالخير والفرح والوهرة، في مفاجآت كثيرة بانتظارك، بتتفاجأ برزق غير متوقع ومال كنت نسيته. أرى في مال كنت نسيته من أيام كثيرة. استعد لحياة جديدة ورزق على ثمرة تعبك، على ثمرة تعبك. بسم الله الكاشف. عندك عتبة جديدة يا عقرب، عندك عتبة جديدة وفيها راحة ليك واستقرار وفرح ورزق. في عتبة جديدة ليك فيها راحة ليك واستقرار وفرح ورزق إن شاء الله. أبشر بالخير. في مقابلة أو لقاء أو مكالمة هاتفية مع الحبيب،
وتوضيح أمور وعتاب ما بينكم وصلح عن قريب. هذا في مكالمة أو لقاء هيكون ما بينكم وبين الحبيب، وأرافيكم أراكم بتعاتبوا بعض والصلح هيتم إن شاء الله. في فعل خير أنت عملته، فعل خير أنت عملته رد فعله خير كبير ليك ما كنتش تتوقعه خلال أيام. بسم الله كاش. في غيرة عليك، في غيرة وحسد من حد قريب ليك. تجنب الحديث أو المكالمات الهاتفية معهم الفترة دي عشان أرى في غيرة وحسد عليك وبيوصلهم كل أخبارك. بسم الله الكاش. في عثور على أوراق مهمة كنت فقدتها من فترة، وإنجاز مهمة بالورق، وأرى تسير أمور تخص المال أو السفر إن شاء الله. بسم الله الكاش. أرى في كلام، الكلام رايح وجاي حواليك. ربنا يكفيك شر القيل والكال، والأقارب شغلين بالهم بحياتك. وعكة صحية أنت مرت بيها وبتمر بيها، أسأل الله ربي يشفيك. أرى في أمور هامة ستحدث في حياتك لازم تخلي بالك منها، أمور ستحدث في حياتك لازم تخلي بالك منها. في انقلاب سحر على الساحر وخطوة جديدة، انقلاب سحر على الساحر، حاولوا طبقوا على هذا السحر أخواتي في الله كي تخلصوا وتقلبوه على الساحر. خروج شيء من بيتك معه الشر والعين الحاسدة، خروج شيء من بيتك معه الشر والعين الحاسدة. بسم الله الكاشف. في مبلغ كبير وفكر، مبلغ كبير يا عقرب وفكر. بسم الله. في عتبة جديدة، عتبة جديدة فيها راحة ليك، فيها راحة ليك العتبة الجديدة. بسم الله الكاشف. أرى هنا الحبيب محتار وراه غيران ومشتاق ليك، أرى محتار. في نقلة وتغير جذري بأموره، كن مستعد لاستقبال نعم الله عليك. أنت على موعد مع ضحكة من قلبك، فهناك شخص يحبك احذر خسارته يا عقرب، في شخص بيحبك احذر خسارته. بسم الله الكاشف. ان شاء الله هاي الاسبوع القادم هتنتهي كل الطاقات السلبية لديك بالكامل، انت مقبل على حياة جديدة فيها جبر خاطر، فيها رزق وفير، فيها رجوع للمنفصلين. ان شاء الله في اخبار حلوة قريبة ومقابلة لشخص يهمك امره، في مقابلة لشخص يهمك امره. في زيادة في الرزق، في مكان في خير ليك ان شاء الله راح تروحه، اراك رايح مكان في خير ليك. الايام القادمة الاكثر حظ واسرع تأثيرا ايجابيا بعون الله، مرحلة انتقالية وبداية تحسن بيك. بسم الله الكاشف. بسم الله الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد. هتنصدم بالأفراح القادمة ليك. بسم الله الكاشف. في سفر قريب، سفر قريب ليك يا عقرب. في رجوع للمنفصلين، في رجوع للمنفصلين عن قريب، في رجوع للمنفصلين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، وخلي بالكم هي السحر الذي سبب لكم المعاناة أو الانفصال، هذا السحر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من هذا السحر يا رب العالمين. ربنا يشفيكم وهسيب لكم أخواتي في الله، أو داخل القناة، أدخل داخل القناة تلاقي علاج السحر وعلاج الحسد وعلاج المس، كل العلاجات داخل القناة، أدخل وطبق علاج السحر كي تشفى من هذا السحر. وهذا توقعات أخواتي في الله، برد العقرب لرجل العقرب وأنثى العقرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة إسرار العالم الروحاني.